مروة عبد الكريم مراسلة الغد في واشنطن. مروة، هل أفصحت الشرطة عن المزيد من المعلومات؟ هذا الشخص الذي تم اعتقاله، هل يمثل نفسه، يمثل جماعة، يمثل تيارا، منظمة؟ اهلا مغربي، اهلا هبه. يعني احدثكم من عند مبنى الكونغرس. بالفعل يوم امس حوالي الساعه 6:30 بتوقيت واشنطن المحلي اعتقلت شرطه الكابيتل شخصا يدعى ويسلي بيلار. ويسلي بيلار كان بحوزته العديد من الذخيره، وصلت الى حوالي 500 ذخيره، وايضا كان لديه سلاح. اوقفته الشرطه وسالته عن تحقيق الهويه، فاعطاها تحقيق الهويه، ثم بعدها سالته ماذا يفعل هنا. أجاب الشرطة بأنه لديه تصريح عمل خاص لأن يعمل يوم تنصيب جو بايدن ويجب المرور. عندما طلبت منه التصريح ورأت التصريح وجدت أنه مزورا. ويسلي ألن مغربي كما قيل لنا هو من ولاية أو من مقاطعة فرونت رويل، هي مقاطعة أنا أجري فيها، هي منطقة جبلية. هذه المنطقة معروف أن كل من يعيش فيها أو 99% من يعيشون فيها يؤيدون الرئيس ترامب ونائبه مايك بنس. ويسلي ألن الآن قيد الاحتجاز، يتم التحقيق معه. وجد معه سلاح نصف أوتوماتيكي 9 ملمات غير مرخص، وأيضا وجد معه كما ذكرت منذ قليل العديد من الطلقات والذخيرة الحية. نعم. يعني هذا الموقف حدث بالرغم من الوجود الأمني الكثيف كما طيب. ترى حولي وفراس. صحيح مروة. وهنا السؤال، سيحرك الكاميرا، هناك نقاط تفتيش عدة. نعم. من قبل شرطة الكابيتل كما ترى في الصورة ورائي محمد. نعم. وهنا السؤال مروة، يعني كيف سيتم التعامل مع الوافدين منذ الآن وحتى يوم 20 على واشنطن دي سي؟ يتم توقيف كافة السيارات عند نقاط التفتيش التي نصبت في جميع الشوارع المغربية المحيطة بمقر الكونغرس. يتم السؤال عن تحقيق الهوية، يتم سؤال حتى نحن كصحفيين عندما توجهنا إلى مكتب الغد، يتم سؤالنا عن تحقيق الهوية، عن تصاريح العمل، من أي وقت إلى أي وقت سنكون موجودين في المواقع المحيطة بالكونغرس. فيتم التدقيق بشكل كامل حتى في المواطنين الذين يقطنون في هذه الأماكن حول الكونغرس. بالنسبة لسؤالك السابق، فيما كان هذا الشخص الذي اعتقل وقيد الاحتجاز ويتم التحقيق معه ويسلي بيلار، يعني لم يعرف حتى الآن إذا كان لون وولفر أو يعمل وحده، أم يوجد بعض الأنصار الذين يخططون معه لشيء ما. هذه الأمور كلها لم تتحقق حتى الآن، ونتابع كل جديد فيما يخصها. ممنوع الركنة تماما، ركنة السيارات هنا عند مقر الكونغرس، حتى سلات القمامة انتفت تماما من الشوارع. أنت تعلم وتتذكر بأنه تم إيجاد شرطة الكابيتال وجدت قنبلتين عند مقري الحزب الجمهوري والديمقراطي وتم تفكيكهما، لذلك منعت السيارات من الركنة في الشارع وستمنع حتى يوم التنصيب. يعني انتفت سلات القمامة هنا من الشوارع تخوفا من ربما يعني تخبئة قنابل فيها يوم التنصيب مغربي. مروة عبد الكريم مراسلة الغد في واشنطن، شكرا لك.